دلوقتي مشاهدينا معادنا مع موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. نبتدي أول أخبارنا محليا مع نادي الزمالك اللي أعلن التعاقد رسميا مع المغربي محمود بنتايك الظهير الأيسر على سبيل الإعارة من فريق سانتيتيان فرنسي لتدعيم صفوف الفريق في الموسم اللي جاي. وفريق الزمالك لسه برضو معاه أخباره اللي فاز على فريق سبورتينج بنتيجة 3-0 في المباراة الودية اللي أقيمت بينهم امبارح على ملعب فندق إقامة الفريق ببرج العرب. والمنتخب الوطني لكرة الطايرة جلوس فاز على المنتخب الفرنسي بنتيجة 3-0 في تاني مباريات الدور الأول بدورة الألعاب البارالمبية اللي بتقام بباريس في الفترة من 28 أغسطس ولغاية 28 سبتمبر. المنتخب الوطني لكرة الطايرة للناشئين احتل المركز السابع ضمن منافسات بطولة العالم للناشئين تحت 17 سنة بلغاريا 2024، وده بعد الفوز على منتخب البرازيل القوي بنتيجة 3-1 في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن. هي بقى نتحول لأخبار الكرة العالمية وفريق ميلان الإيطالي اللي أعلن التعادل مع فريق لاتسيو بنتيجة 2-2 في المباراة اللي أقيمت على ملعب الأولمبيكو ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي. لاتسيو بيجي في المركز الثامن بأربع نقاط وميلان في المركز الـ14 برصيد نقطتين. فريق نابولي فاز على فريق بارما بنتيجة 2-1 في المباريات اللي أقيمت بينهم على ملعب دييغو أرماندو مارادونا ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2024-2025. فريق نابولي جاء في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي وبيحتل فريق بارما المركز التاسع برصيد 4 نقاط. أما بقى فريق أتلتيكو مدريد حقق الفوز على فريق أتلتيك بيلباو بنتيجة 1-0 على ملعب سان مامس ضمن منافسات الجولة الرابعة في منافسات بطولة الدوري الإسباني الموسم الحالي 2024-2025. فريق أتلتيكو مدريد بيحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الموسم ده برصيد 8 نقاط، لكن أتلتيك بيلباو في المركز العاشر برصيد 4 نقاط. فريق نانات اللي بيلعب بين صفوفه الدولي المصري مصطفى محمد فاز على حساب فريق مونبلييه بنتيجة 3-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم على ستاد دو لاموسون ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الفرنسي. بيحتل فريق نانات المحترف ضمن صفوفه الدولي مصطفى محمد صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي الموسم ده برصيد 7 نقاط، لكن مونبلييه موجود في المركز الـ14 بجدول ترتيب المسابقة برصيد نقطة واحدة بس. عمر مرموش نجم المنتخب الوطني وإنتراخت فرانكفورت الألماني قاد فريقه لتحقيق الفوز على فريق هوفنهايم بنتيجة 3-1 في المباراة اللي أقيمت ضمن مباريات الجولة الثانية في منافسات الدوري الألماني البوندسليغا، وده على ملعب دويتشا بانك بارك. فريق مانشستر سيتي حقق الفوز على فريق ويست هام بنتيجة 3-1 وده في المباراة اللي أقيمت على ملعب لندن الأولمبي ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز. مانشستر سيتي رفع رصيده لـ9 نقاط عشان يبقى موجود في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، لكن رصيد ويست هام اتجمد عند 3 نقاط. نادي برشلونة فاز على فريق بلد الوليد بنتيجة 7-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم على لويس كامبانيس الأولمبي، وده ضمن منافسات الجولة الرابعة في بطولة الدوري الإسباني.